احنا عايزين بقى نعرف من حضرتك يا دكتور، ايه هي اسباب زيادة الوزن اثناء الحمل؟ دايما اسباب زياده الوزن زي الحمل زي ما قلت لحضرتك بدايه تكون المشيمه واللي بيها بتطلع شويه هرمونز من الهرمونات الكثيره اللي بتغير تعديل هرموني جوه جسمي، هتبدا فترات جسمي بتزيد معايا، حجم بطني بيزيد، تغيرات هرمونيه بتحصل جوه جسمي. اهم حاجه في فترات الحمل اللي هي ما قلقش الام ما تقلقش على وزنها، موضوع ان احنا نبدا نعالج سمنه الام بعد فتره ولادتها ان شاء الله بيكون الموضوع امن وسهل جدا جدا. الزياده الطبيعيه في الوزن، بس بنبه على الام ان انا في حاجات مأكولات غذائيه زي الحلويات زي الاملاح الزياده زي الكربوهيدرات العاليه، الحاجات دي نبدا نبعد عنها في فترات الحمل بتاعتنا خلال التسع شهور 7 شهور او 9 شهور بتوع الحمل بتوعنا، عشان اقدر احافظ على سلامه جسمي وعشان احافظ على التغيرات الهرمونيه اللي بتكون جوه جسمي وامني وسلامتي كمان. كمان الامهات عشان بعد اولاد حضرتك ان شاء الله بعد الوضع بفتره امنه باذن الله بنتفق عليها دلوقتي، بنقول لك في خلال امتى نبدا الدايت تاني. اهم حاجه جدا ان انا ما ابداش اكل حاجات تضر جسمي ما اقدر عليها لفترات طويله. وفي بعض طبعا الامراض المزمنه لما بنكون على الانظمه الغذائيه الخاطئه زي سكر الحمل وضغط الحمل نتيجه دخول انظمه غذائيه خاطئه، فبالتالي بتعرض الام لمشاكل كتير اثناء فتره الحمل، فعشان كده بنقيها وهنتكلم عنها النهارده ان طب شاء الله. عايزين بالنسبه بقى لموضوع الاعراض سكر الحمل يا دكتور. تمام، سكر الحمل بيصيب حوالي من 5 ل 8% من سيداتنا الحوامل، سببه من اسبابه طبعا بيكون في الفترات من فتره بعد 12 اسبوع واحيانا من الاسبوع ال 24، دايما بيبقى مشاكله كتيره منها ان دايما الام بيحس بقلق بتوتر بكل زياده للحمام العرق. بنتجه للام في الفتره دي خاصه بعد الاسبوع ال 12 ان احنا نتجه لاقرب معمل نعمل تحليل اسمه اورال جلوكوز تولرانس تيست. طب ايه اصلا سببه؟ نتيجه الهرمونات اللي بتطلع من المشيمه احيانا كتير بيحصل حاجه اسمها انسولين ريزيستنس. يعني ايه انسولين ريزيستنس؟ مقاومه للانسولين، فمقاومه الانسولين دي بتخلي ان الجسم بتاعي فيه سكريات عاليه بالذات لو نظام الام غير منتظم وجسمي مش عارف يقاوم السكر ده مش عارف يستفيد منه فعمال يخزنه، فبالتالي بقول للام تتوجه لاقرب معمل. احسن تحليلين نقدر يحددوا لي مقاومه الانسولين اللي هو الانسولين ريزيستنس، وتاني تحليل مهم جدا اللي هو الاورال جلوكوز تولرانس. طب يا دكتور ازاي بنعمله؟ بكون صايمه من اقل حاجه 8 ساعات بروح بعد كده بتوجه، بناخد كوبايه ميه فيها معيار سكر معين المعمل بيكون محدده لي، وبنبدا نقيس معدل السكر في دم الام بعد ساعه وبعد ساعتين وعلى اساسه بنحدد الام عندها مشكله ولا لا. طب يا دكتور دلوقتي انا عايز احمي نفسي من موضوع سكر الحمل ده، اصلا افضل للام انها تكون في اول 3 شهور من حملها وقبل كمان فتره حملها، خلاص انا اتجوزت النهارده وهي اتجوزت وخلاص بدات تعد نفسها للانجاب، حاولي تحافظي على نظام اكلك، حاولي تقللي الكربوهيدرات في اكلك، حاولي تقللي الحلويات، السكر يا جماعه السكر السكر السكر.